الاستثمار في الطاقة المتجددة خصوصا من طرف الخواص غادي يعرف واحد القفزة نوعية ما بين 2023 و2027، فسيتم مضاعفة الاستثمار السنوي بحوالي أربع مرات مقارنة مع الفترة 2009-2022. النقطة الثانية اللي هي جد مهمة اللي تنسرع عليها من 2021 هي طبعا الاستثمار في تقوية وتطوير الشبكة الكهربائية الوطنية. برمجنا تقريبا 23 مليار ديال الدرهم في هذه الفترة ديال 2023-2027، وذلك من أجل إدماج أمثال للطاقات المتجددة وتأمين تزويد مختلف الجهات بالكهرباء، بالإضافة طبعا إلى إطلاق طرب الاهتمام لإنشاء الربط الكهربائي المباشر من الجهد العالي بقدرة 3 جيجاوات والذي يبلغ طوله 1400 كيلومتر اللي غادي نقل الكهرباء من الجنوب إلى الشمال، بالإضافة إلى مجموعة من المبادرات والبرامج الجديدة اللي عندنا التفاصيل لها.